3700 جنيه فاتوره التليفون ليه؟ طب وفيها ايه يا دول؟ انت دايما كده هون بتكبر المواضيع يا عم، وبتعمل من الحبه كبه تاخدك يا اخي. يا اخي انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ مش كفايه الفاتوره المهببه اللي جايه لي دي؟ انا مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اعمل لهم ايه. ومش كفايه يا استاذ يا اللي عامل لي فالح الراجل اللي احنا بعتناه الاقصر بدل ما نوديه سقاره؟ طب وفيها ايه يا دولا؟ يعني ما الاثنين فيهم اثارات يا دولا. انت جبت التايهه فعلا، الاثنين فيهم اثارات، بس واحده بقى في الشمال وواحده في الجنوب. طب وده ذنبنا بقى اللي اخلي بقى واحده في الشمال وواحده في الجنوب يا دولا؟ بتيجي تلومني؟ لا ذنبنا يا استاذ، ذنبنا ان انا استعنت بيك ووظفتك عندي وخربت بيتي يا رمزي. يا استاذ عادل، انتوا مش هتشربوا حاجه بقى ولا ايه؟ عايزين 3 كوكتيل يا حته. ايه 3 كوكتيل دي؟ ليه 3؟ ما احنا 2 بس يا دولا. يمكن في ضيف يجي ولا حاجه. ضيف ايه واحنا قاعدين في الصالون؟ ياض مش كفايه فاتوره التليفون ام 3700 جنيه؟ يا نهار اسود، 3700 جنيه فاتوره التليفون؟ طب ده القهوه اللي اسمها قهوه والتليفون بتاعته جاري ما بنتكلمش ب 1000 جنيه، ودول بتتكلم بيهم لوحدك يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي مش لوحدي، معايا في البيت 6 ستات كل واحده فيهم بتمسك التليفون بالنهار وبالليل، لدرجه ان انا ما برجع بالليل بلاقي التليفون بينهج يا عيني. هم الستات دول برضه رغايين بواعين، دول 6 ستات يعني. اقول لك انت بتتكلم على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتتكلم على اهل بيتي؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ انت بتتدخل في الامور الشخصيه ليه؟ حق عليا انا غلطان، مع اني كنت هحلها لك واريحك من الفاتوره الجايه خالص. تريحني من الفاتوره؟ ولا رمزي قوم يلا. نعم. قوم اتفضل يا حته، اتفضل قوم يلا قوم. ما هو دول حته تشرب ايه؟ مش هشرب من القهوه هنا عشان المشاريب هنا كلها مضروبه والشاي بتاعها كارف. هات من القهوه اللي جنبينا. ولا رمزي بسرعه 2 شاي من القهوه اللي جنبينا بسرعه. عينيا يا دول هوا. قول لي بقى ايه الحل يا حته؟ تعمل يا باشا زي المعلم بتاع القهوه، تعمل كوين للمكالمات التليفونيه. كوين اما حته؟ ايوه. لا حتة فكرة يعني فظيعة 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 والله. وعندك 2 شاي وواحد كوكتيل كبير ليا من القهوة اللي جنبينا عشان شاي القهوة دي كارف. هلا يا رمزي. نعم. ايه اللي أخرك في المطالب يلا؟ أكوين أكوين الطازة أكوين الطازة. ايه عادي؟ ايه السخافه دي؟ يعني ايه يبقى فيه تليفون في البيت بكوين؟ انت فاكرنا قاعدين في قهوه هنا ولا ايه؟ ايوه قاعدين في قهوه، وروح هات لي 3 شاي اجري يلا. يا عم بقى بس بقى، قصدي معلش بقى، ممكن اعمل مكالمه صغيره عندي كده؟ مكالمه صغيره؟ وانت عمرك عملت مكالمه صغيره؟ اكيد في المكالمه دي هتتكلمي مثلا على ابن فرويد فياخد لك 4 5 ساعات. انا بدي لكل واحده فيكم 5 كوين كل اسبوع، وديتيهم فين؟ سناء سناء، انا عندي 2 كوين، انا ممكن ابيعهم لك بس بفلوس كتير قوي. شغل السوق السوداء ابتدى بقى. انا الكوينات بتاعتي خلصت وعايز اعمل مكالمه ضروريه جدا عشان اعرف الحلقه الثانيه في التليفون. يا ماما ده انت بتحبي قوي الاذاعه السمعيه، ما تسمعي الاذاعه يا ماما، ما تفرجيش على التلفزيون كده. عايز تحرم امك من متع الحياه السمعيه والبصريه؟ مش احسن ما تحرمون انا من متع الدنيا كلها فاتوره التليفون ب 3700 جنيه؟ حرام عليكم. انا بقى مش محتاجه لان انا عندي كوينز كتيره جدا جدا، واصلا انا دلوقتي اتكلم براحتي. طبعا مدي لمراتك كوينات اكتر من الكوينات اللي انت مديها لنا. لا طبعا يا حبيبتي، انا عندي قدره خاصه للادخار المستقبلي، وبعد كده كمان ياسمين ادت لي كل الكوينز بتاعتها عشان هي اصلا مش محتاجه تتكلم في التليفون. شفت الاولاد بيعملوا ايه مع اهاليهم؟ مش انت خساره تربيتي فيك. طب يا بنت، انت يا بنت ما تديني انا كوين كمان علشان يمكن ابيع واكسب فيه. لا ده احنا دخلنا على البيزنس بقى. كوين الطازه كوين الفريش كوين الفريش، اللي عايز يعمل مكالمة كوين. شيل الحمار يا حمار. دولا ده جمل يا دولا. انا بقول عليك انت يا حمار. ماشي بقى دولا بقى. انت ايه اللي اخرك يالا؟ انا مش بعتك بقى لي ساعه مع الواد بتاع الدش؟ ايوه دولا، ما احنا واحنا واقفين فوق السطح كده اهو وبنعدل الطبق على الاوروبي ناحيه الاوروبي زي ما انت قلت لي يا دولا، لقيت بقى الواد كده اهو رجله اتزحلقت وقع في خزان الميه الكبير يا دولا، وقعدت ساعه مش عارف اطلعه. ساعة مستني عند الحنفية تحت انه ينزل مع المية، مش كده؟ صح يا دولا صح. ايه ده انت مش عرفك دول بس؟ تقريبا يا دولا الناس اللي فوقينا فتحوا الحنفية قبلي فنزل بقى عندهم هم،
يخرب بيتك، هم منزلوا لعندهم هم. يادي اهبل يادي اهبل، في حد بينزل من الحنفيات؟ انا مش عارف اعمل معاه. عارف يا رمزي، ربنا بيدي كل بني ادم بالتساوي، الناس كلها بتاخد زي بعض، بس انت طماع يا لا. ايه ده دولا؟ انا طماع؟ اه طبعا، طمعت في الغباوه خدتها لوحدك. طب ليه بقى كده دولا بقى؟ لا انت مش بتقول لي اي حاجه انا بعملها. بتعمل ايه؟ انا مش امبارح قايل لك روح حط لي ميه في العربيه وحطيتها ولا لا؟ حطيتها لي في الجركن على الكنبه اللي ورا. امال يعني حطها فين يا دولا؟ حطها في شنطه العربيه من ورا. اهبل يهبل يهبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن استعمل التليفون؟ طبعا، اديها بنص جنيه واتكلم براحتك. ليه اتكلم براحتك؟ اديها. انت بتأجر التليفون يا لا وانا مش موجود ولا ايه؟ عشان نكسب. نكسب نكسب انت مالك انت ومال المكسب؟ معلش اصل الموبايل بتاعي وقع وعايز اعمل مكالمة مهمة. معلش التليفون بتاعنا ده حضرتك ما بيطلبش موبايلات. خلاص هتكلم ارضي. ما هو ده ما بيطلبش ارضي، بيطلب ارضي بس مش محافظات. خلاص هتكلم محل. دولا يعني ايه محل يا دولا؟ يعني المحل ده بتاعه ولا ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ مش كفاية اللي انت عامله؟ بس خلاص نو. محل سكر طيب؟ نو. ها بص، التليفون ده ما بيطلبش غير في الشارع اللي احنا فيه ده بس. ما هو انا ساكن في الشارع ده برضه. ساكن في الشارع ده؟ ساكن في ايه؟ العماره اللي جنبيكوا على طول دي. انت بتستهبل يالا؟ يعني ساكن في العماره اللي جنبينا وعايز تكلمهم من هنا؟ ما تطلع لهم يالا، انت مش ابن حمدي؟ ايوه. اطلع لهم يا تستهبل. وانت على الله على الله الاقيك ان انت اجرت التليفون ده ولا خليت حد يتكلم فيه؟ فاهم ولا لا؟ عشان نكسب يا دولا. انت مالك ومال المكسب؟ اوعى حد يمد ايده على التليفون. خلاص يا دولا حاضر، ما حدش هيمد ايده خالص غيري. على الله رمزي، لو لقيتك بس ماسك السماعه هتبقى نهايتك معايا يا رمزي. انا بقول لك اهو. حاضر يا دولا حاضر. ها سهبل. ايوه كده، الإحساس الواحد إن هو مسيطر على فاتورة تليفونه بتديله قوة وخشونة ورعونة ورجولة. أيوة كده، محدش يقدر يتحكم فيا ولا في تليفوناتي، عامل كأني بحلم مثلا. الله يا دولا الله. دولا بمناسبة الحلم يا دولا، أنا مش حلمت امبارح إن أنا وأنا ماشي في الشارع كده هو دوست على أزازة مكسورة فرجلي اتفتحت وتعورت؟ عشان ماشي حافي يا أهبل، قلت لك ما تنامش غير بالجزمة، أنت ما تنامش غير بالجزمة. الله يا دولا الله، صح وربنا يا دولا صح. إيه ده مفسر أحلام يا دولا؟ يا ابني أنا كانوا بيجيبوا لي الجرايد فيها تفسير الأحلام أقعد أفسرها بقى. الله. طب يا دولا أنا في كده هون يعني حلم حلمته يعني من شهرين ومحدش عارف يفسره لي خالص. قول قول يا سيدي قول. حلمت يا دولا اللهم اجعله خير ان انا نايم كده هون ولابس بني في بني وماشي في حته كبيره قوي فيها زرع اخضر فاخضر. اه لابس بني في بني وماشي اخضر فاخضر، ده سلاوي. ايه دولا كده؟ تبقى طور الله في برسيمه. اه لا ده كده حمار، بقول لك طور. ها حدش هينفعنا النهارده ولا ايه؟ هاش عايز كوين يكلم في تليفون؟ لا. خلاص بقى يا عادل خلاص، الامتحانات خلصت. وانا كمان يا ابي خلصت كل حكايتي. وانا شخصيا بروح لام ميرفت تحكي لي المسلسل. انت غريبه صراحه يا ماما، ما عندك التلفزيون تتفرجي على المسلسل براحتك، لازم تطلعي لام ميرفت تحكيه لك. لا اصل ام ميرفت بقى بتضيف على المسلسل من عندها، فالمسلسل بيطلع ايه جميل جدا. يا سلام ام ميرفت عكاشه، طب ما تكتب لنا الجزء 16 من ليالي الحلميه. رانيا عايزه كوين؟ أفر يا روحي أفر، لأنه أصلا أنا دلوقتي عقلي مشغول بحاجات أهم بكتير، حاجات كده خيالية، وبقى التليفون بالنسبة لي شيء عابر. مظبوط مظبوط مظبوط، أنا كمان ما بقتش أقدر أطيق أشوف هذا التليفون، أنا بقيت أشوف الأصحاب بتوعي في النادي عشان بقى يجيب لي صداعات. آه يجيب لك صداعات، طيب أيوة أيوة، ثانية واحدة. أيوة أيوة يا عم يا عم أيوة، مين؟ صباح الخير. صباح النور يا سيدي، نعم تحت أمرك. أنا بقالي يبع ساعة واقف على الباب. يبع ساعة ماشي، عايز إيه حضرتك؟ دي فاتورة التليفون. فاتورة التليفون، طب يا سيدي متشكرين، أنا هدفعها بعدين، متشكرين قوي. أشكرك. العفو يا سيدي العفو، مع السلامة. ولا محتاج إن أنا أفتح الفاتورة أصلاً لأن أنا عادد الكوين وكله تمام. بيقول لي فاتورة التليفون 5000 جنيه. خمس آلاف جنيه ايه؟ انتوا بتستهبلوا؟ بتتكلموا في التليفون ب5000 جنيه؟ الكوين ملوش علاقة بالرقم ده. وروني انا هعد الكوين. انت عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ محدش يبص على ما افتح. كازوس؟ كازوس؟ مفيش ولا كوين واحد، كله كازوس كله كازوس.
كله كازوس، حرام عليكم حرام عليكم كله كازوس. ايه بتتكلموا ايه؟ متكلمين بكام سنة؟